مشاهدي قناة الوطنية، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا البلاطو الخاص الذي هو بلاطو خاص وحصري لقناة الوطنية هنا من المعرض الدولي للحديد والصلب والمواد المنجمية في يومه الثاني وفي طبعته الثانية. مشاهدينا الكرام، للحديث ولإثراء النقاش أكثر حول الصناعات الحديدية، صناعة الحديد والصلب، صناعات المنجمية، المواد المنجمية، تطوير هذه الصناعة في الجزائر، تطوير الشركات، الشركات الوطنية وطنية أجنبية. أسعد هنا في هذا البلاطو الخاص باستضافة السيد عبد الرحمن بن يمينة، وهو خبير في العقار ومختص في الهندسة المالية والتجارة الدولية. أهلا بكم سيد عبد الرحمن. أهلا بك سيدة الكريمة، شكرا على الدعوة وعلى الجلسة هذه المتميزة في هذا الصالون الطيب. شكرا لك أستاذ. بداية نتحدث بالشق العام حول هذا الصالون ومجريات هذا الصالون في طبعته الثانية. أكيد هو حدث عنده طابع صناعي، طابع تجاري واسع النطاق، خاصة أن هذا القطاع متعدد التخصصات في صناعة الحديد والصلب والتعدين. من ضمن أهداف هذا النوع من الصالونات هو تسليط الضوء الأساسي على القطاعات وكيفية تعزيز هذا القطاع والتبادلات والشراكات مع دول أخرى وحتى الوطنية. شوف، أولا بسم الله الرحمن الرحيم، نتكلم على مبدأ الصالون وأسقط المبدأ على الصالون هذا لذاته. أولا، أي صالون ستان كارفور هو ملتقى، وهذا الملتقى في الحقيقة النواة كيفاش تبان على حسب خريطة الشركات المشاركة. هذا الخريطة مثلا اللي شفنا هذا الصالون بالضبط، اولا صالون دولي وفي حدود معلوماتي كاين اتراك، كاين تركيا، ايطاليا، كاين عده دول مشاركه. هذه الاولى. ثانيا، النقطه انك ذكرتي بانه هذا المجال متشعب، وبالتالي يجب صالونات اكثر من هذا للتنوع. لكن إذا أخذنا هذا الصالون في تشعبه، وكنت ندرت دورتين في الصالون، مواد متعددة، طرح كيفاش نقولوا، طرح جيد، وطرح وفيه اجتهاد كذلك. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، أنه الجميل في هذا الصالون أنه الملتقى بين الإدارة والشركات، لأنه لما نشوفوا بأن هذا السبونسور تاع الصالون عندنا وزارة الصناعة، وزارة نعم. الطاقة. كنت سأسألك عن هذا التكامن بين، هو هذا الصالون جاء تحت رعايتين، وزارة الصناعة ووزارة الطاقة. نعم. كيف هو هذا التكامل؟ من يكمل من فيه؟ والله في الحقيقة صح سؤال هايل، من يكمل من؟ أنا نقول هي نظرة مدمجة، لا أحد يكمل الآخر، لكن الخريطة مكتملة. بمعنى اللي جايين هنا شركات، والشركة تجارة، لكن تجارة مادة في مادة استراتيجية ولا في مواد استراتيجية ومتعددة كما قلتي. لكن لما نشوف وزارة الطاقة، لأنه وزارة الطاقة والمناجم، لكن في نفس الوقت وزارة الطاقة تستخرج المواد عن طريق هذه الشركات، واستخراج المواد للتصنيع، وبالتالي تتدخل وزارة الصناعة. الثلاثية هذه هي ممكن إدخال وزارات أخرى، لكن نبقى في المشاركة هذه. الثلاثية هذه كنوات أعتبرها نوات جيدة، خاصة في هذا المجال. هو هذا المجال استراتيجي وقوي جدا، واقتصادي لدرجة بعيدة. أنه هذا الصالون يعطي نبذة قوية على الشيء اللي نقدر نديروه في صناعات جديدة بشركات جديدة تنشأ. وكذلك لما يحضروا الأجانب ولا شركات أجنبية، راح يعطينا نبذة ما مدى اهتمام الشركات الأجنبية، وما مدى كذلك استخراج الشراكة مع الشركات الأجنبية. لأنه وش معنى شركة؟ يعني لو كان تحضر واحدة، الشركة الأجنبية تجي بوسطها الأجنبي، تجي بإجراءتها، تجي بنظرتها، وتحضر لك في الصالون، وبالتالي طريقة طرحها، طريقة عرضها لمنتوجها. هذا التداخل بين الشركات، في حدود معلوماتي كاين 3 شركات أجنبية، ممكن أكثر، أربعة. ومع الشركات 4 شركات مع الشركات الوطنية. هذا التداخل مع حضور، لما شفنا كذلك في المحاضرات، المسؤولين تاع الإدارات مثلا تاع المعايير الوصفية، اليانور تاع لاكاجاكس، التأمين. وبالتالي هذا التداخل هذا لو كان يوظف هناك حتى ربما مشاركين لشركات مالية بنكية.
شوف الشيء اللي رانا نتكلموا فيه باش نحاول ندير واحد النسق الى سمحتي لي. اولا الماده اللي نتكلموا عليها هي ماده استراتيجيه استراتيجيه، ويسمحني المستمع راح نقول الامر والله اكثر من البترول. لماذا؟ لان الثروه اللي كاينه في باطن الارض الجزائر، وحنا نقولوا الباطن لكن كاين مواد موجوده على السطح اون فالافور بلا تيلي ديتكسيون، وهذا ثروه كبيره للجزائر. نتكلم فقط غير على الكويفر وغيره من المواد. وعلاش نتكلم على المواد البسيطه هذه؟ لان بسيطه في اسمها لكنها قويه في انتاجها وسهله في استثمارها، لانه باش نعرفوا وين نروحوا. وعندنا المواد النادره لترار، الجزائر غنيه جدا بهذه المواد النادره. نذكر مادتين باش نوصل للفكره، لانه الهدف مني اليوم ماشي ذكر المواد، لانه لما نذكر هذه المواد واش معناه؟ هذه المواد اولا تحتاج الى استخراج، هذه في حد ذاتها صناعه، ومن بعد تحتاج الى تحويل، هذه صناعه، ثم تحتاج الى استغلال، هذه صناعه. ولما تكون صناعه كاين نخليوه للاستهلاك الوطني، وكاين نروحوا به للتجاره الدوليه. هذا الشيء واش معناه؟ عباك واش معناه انشاء شركات؟ معناه انشاء ناس تخدم، معناه اقتصاد، معناه تكنولوجيا، معناه تكوين، معناه البحث عن اسواق. وخاصة الجزائر شوف الجزائر نقدر نقول عموما في الطاقة الكامنة تاعها ممكن تكون من المرتبة الأولى ولا من الثلاث الأوائل في العالم. لكن باش نرجع لك بدقة على سؤالك فيما يخص الصالون، الشركات هذه عباك شوف كل واحد عنده شركته وحب يربح، لكن لما يشوف ملتقى كما هذا واش يوقع له؟ الوعي في التجارة تاعهم، ويوقع له الوعي في الشركة تاعو، يجي من الصباح للمساء، وبالتالي يتواصل مع ناس. خلينا من الزوارة كنا نغلقوا كاع هذا الصالون، ويديروا الشركات تواصل فيما بيناتهم، ويحاولوا يديروا نسق ممكن هما ثلاثة أربعة خمسة. وهنا الذكاء التجاري يعني ولا الذكاء الاقتصادي يمكن يقوموا بعملية تصدير قوية، سكون ابل لو غروبمون دونتربريز ولا لو غروبمون دانتيري ايكونوميك. أستاذ بنيامين، قبل الحديث عن كيفية استغلال هذه الثروات، ربما الجزائر تحتل المرتبة الثالثة عربيا بعد مصر والسعودية في تصدير الحديد أو إنتاج الحديد وتذويبه. متى ستصل الجزائر إلى درجة امتياز في التصدير في هذا القطاع؟ شوف إلى المنحنى مشى بنفس الميل، احنا المنحنى عنده ميل، إلى المنحنى بنا بنفس الميل اللي رانا فيه، إلى ما وقعتش مفاجآت ولا، أنا نظن هذا راح يكون عن قريب. لسبب بسيط، لأنه الثروة متواجدة والمادة متواجدة. نعم، سأسمحك، هناك خبراء يقولوا ربما في أفاق 2026. رانا 24. سا ديبون، بدنا نقول لك علاش. ممكن لكن نقول سا ديبون، لأنه على بالك حنا درك قانون المالية الجديد راهو يمشي بالثلاثية، عندنا 24 25 26. لما تشوف ممكنة لكن ماهيش 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 سهلة. ممكنه لكن مش سهله، لكن هذا لا يعني اننا متاخرين. يعني نقول انا نتكلم، انا لما نشوف مجال متطور نشوف الميل تاعو، لانه ممكن تتطوري لكن الميل ضعيف، لكن لما الميل يكون قوي انتقلنا من الاكتفاء الى التصدير، وخاصه الحديد. الحديد يعني راح يستهلك في كل المنشات الجزائريه، والطالب المداوم على بالك واحد كيشغل الجزائر دارت شركه حديد، وشكون لو بلو غرون دوموندور تاعها؟ الجزائر في حد ذاتها. صحيح. لانه الجزائر راهي تبني في اقليمها. الجزائر تحتاج الى اقتصاد الجزائر. وبالتالي واش معنى هذا؟ على ذلك قلت لك ممكن 26، لكن يجب ان نحقق الاكتفاء الذاتي قبلا. والله شوف نقول لك على بالك انا نخرج من كلمه الاكتفاء الذاتي الا سمحتي لي. هي نعم. في الحقيقه ماشي اللي قلتيها لانه تتقال بزاف، لكن هدف، لكن ماهيش نظره اقتصاديه. النظرة الاقتصادية أنه أنا الجزائر عندي شركة حديد وعندي ثروة حديد، وعندي طلب داخلي وطلب خارجي. وش معناه؟ معناه ندير استراتيجية مالية واستراتيجية استثمارية تاع ليكونومي ديشال. معناه قد بس كوش معناه عندي الطلب، معناه راني نبيع، يعني ما ملي نخفض الثمن
راني نبيع ما راني ندور في الاستثمار تاعي. كي ندور في الاستثمار تاعي راح ندير ارباح، راح نحقق ثروه ونحقق استثمار اكبر. وعلاش لما نقولوا الاكتفاء واش معناه؟ معناه أن كمية الإنتاج ترتفع، قال من 26 من 27، لكن هذه الكمية كيفاش ترتفع؟ ترتفع باستثمارات أخرى، ترتفع برفع قوة الإنتاج، وهذا كله في الحقيقة يمشي في نسق. علاش قلت لك؟ لأنه هذا الأمر ماهوش بدلالة الحديد فقط ولا لو بدلالات اقتصادية أخرى، يعني هذا المجال بقدر قوته لكن هو ينسق مع وزارات عدة. هل المشاريع هذه، شوف نعطيك مثال، إلى المشاريع انطلقت وكانت بالمشاريع الأخرى، يعني مش مشروع الحديد، لأنه الحديد يحرك مشاريع البناء. إلى مشاريع البناء الجزائر، وهذا هو التحفظ اللي عندي بالنسبة لـ 26، إلى المشاريع البناء اندارت بمانجمنت قوي واحترمت الأجل، معناه الكم تاع الحديد هذاك اللي لازم يتباع في هذوك السنتين راح يتباع في هذوك السنتين. لكن إذا تعطلت المشاريع، وهذه نقطة الجزائر تحاول تعالجها، لكن إذا تعطلت هذه المشاريع ممكن الكم هذاك الداخلي نبيع لك 1000 طن مي اوليو نبيعهم لك في 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 عام نبيعهم لك في عامين. وبالتالي المنحنى هذا يجب مراعاته مع انه الأجل تحترم. وعلاش ما نديروش أجل أقل؟ لكن إذا رجعنا للمادة في حد ذاتها هي مادة استراتيجية، والجزائر لا تملك غارج بلاد فقط، الجزائر لها ثروات بأضعاف غارج بلاد فيما يخص الحديد. هنا نجي باش نشوفوا الجزائر مقدرة الحق على حسب استراتيجية تهيئة الإقليم. لأنه وش معناه بناء الجزائر؟ بناء الجزائر ماشي بناء الجزائر العاصمة، ماشي بناء وهران وبناء قسنطينة، هذه كلها تبنى، لكن بناء الهضاب، بناء الجنوب، وهذا الخريطة التل والهضاب والجنوب، هذا هي بناء، هي المخطط الوطني تهيئة الإقليم، هي بناء الإقليم. وبالتالي لما تكون المشاريع كبيرة، تكون التحديات في الإنتاج والإيكونومي ديشال تكون كبيرة. وهنا أولا نولوا ننتج بأقل كلفة، لأنه عندنا البيع الكم كبير. نعم. وبالتالي التصدير تاعنا راح يكون قوي. وعليه يكون قوي؟ لأنه الثمن ممكن نخفضه ونكون منافسين. نعم. لمنتجين آخرين. وما رأيك في هذا الشق بقضية على غرار غارج بيلات والموارد التي تتمتع بها الجزائر، ما رأيك في التشاركية مثلا كمصنع بلارة أكياس مع قطر، تشاركية مع قطر؟ شوف هل يجب الاكثار من هذا الاستثمارات الاجنبيه؟ العكس كان يقلقني، كون الجزائر، شوف لالجيريد والسوفرير، والجزائر راهي تنفتح، بالعكس لازم تزيد تنفتح. علاش؟ لانه هنا كاين في الحقيقه استراتيجيتين، لكن ممكن نجملهم في اثنين، وهنا راح نقدم اقتراح على المباشر وكنت تكلمت عليه. اولا سوفرير او موند والشراكه هذه لازم تكون. علاش؟ باسكو لو نوهو، لازم نجيبوا هذاك العلم التسييري والتكنولوجيا، نجيبوها كلها، هذه الاولى. ثانيا في الشراكه يكون تمويل تشاركي، وهذا التمويل هذا التشاركي واش معناه؟ هو اقتسام المخاطر، لانه المخاطر في الحقيقه هي مخاطر السوق، مخاطر البيئة، هذه كلها مليح لما يكون عندك شريك وتكون عندك شراكة وتتقاسمها معه. لكن يعني كان هناك اقتسام الأرباح، أصبح الآن اقتسام المخاطر. أي شريكين يتقسموا الأرباح والمخاطر. قسموا المخاطر. الدليل على ذلك أقل ضرر، يخرج شركة تخرج بأقل ضرر حين تكون هناك تشاركية. بمعنى لأنه وش معناه شراكة تتقسم الأرباح؟ معناها تقسم المخاطر. صحيح. وتتقسم الخسائر. صحيح. لكن في نفس الوقت شركتين كل واحدة تدافع على حقها، وبالتالي تتم المراقبة المزدوجة. ولكن الشيء اللي مليح أنه أقل ضرر بالنسبة للاستثمار. على هذيك الشركة بين اثنين، بين ثلاثة، بين أربعة، هذا كله محبذ، لأنه الشركة لما نقول أنا ندير مشروع، لكن هذا المشروع لو ريسك تاعو إكران، واش ندير؟ نفتح شركة اثنين ثلاثة. لكن كاين أمر، الجزائر راح تفتح الشراكة ولازم تزيد تقوي من الشراكات، لكن كاين أمر جفي أوزي لو دير، الجزائر لازم تروح للبورصة في لي ماتيير بروميير، لأنه للجزائر شوف بالك سكو جفي دير سي أوزي، لكن ما كانش جريء ولكن حقيقي. هذه الجرأة هذه لازم تكون. وش معناها الجرأة؟ لغة جرأة، لكن بلغة الاقتصاد هي دراسة المخاطر والانطلاق، لأنه الجزائر راهي من باب أولى
أنه تدخل بموادها أولية في البورصة. رانا عندنا بورصة الجزائر تعاني، تصور انت، لكن باش ندخلوا البورصة واش معناه؟ نجيبوا شركات، هذه الشركات نخرجوهم للمير، يعني يتكونوا ونعطوا لهم الشيء اللي لازم، كأنك تكون فريق وطني، فريق وطني في هذا المجال تستثمر به، تقوي الصناعة وتقوي تطوير الشركات، لكن تقوي كذلك وتشجعهم للدخول للبورصة، سواء البورصة الوطنية، لكن البورصة الكبيرة هي البورصة العالمية، تولي مواد الجزائر في البورصة، وهذا المواد يعني كما يقولوا لا تخيب الدولة، لكن لازم تكون الجرأة ونسبة المخاطر تحسب وتوازن مع نسبة الشراكة في الجهة. والجزائر لديها كل المؤهلات باش تكون. شوف على بالك شو معناها المؤهلات، أنا كيفاش نشوفها؟ أولا عندي الثروة، ثانيا كاين ناس حابة تشاركني، وبالتالي ممكن نحضر كل الأجهزة اللي لازم، ثالثا يد عاملة، أنا عندي بطالة نمتصها، صح، لكن هذه البطالة امتصها كيما حبيت، لكن كن مرفقة بتكوين قوي دقيق وتكوين بامتياز، ماشي تكوين خفيف، تكوين بامتياز. إلى ثلاثية جمعت يبقى عنصر هذا، وهذا تاني لازم يكون فيه تقوي كبير جدا، سيسكون نابل للمانجمنت استراتيجيك، يعني التسيير الاستراتيجي أولا تكون علاش نتكلم على المخطط الوطني لتهية الإقليم سيدة الكريمة، لأنه هذا القطاعين هنا ذكرنا وزارة الصناعة وذكرنا وزارة الطاقة، لكن في الحقيقة المعني بهذا كل الوزارات، صحيح. لأنه إلى رحنا القانون، لأنه هذا الحركة كلها رح تتحرك في إطار قانون الاستثمار، لأنه الاقتصاد هو عمود البلد، عمود البلد، وعندنا قانون الاستثمار مدته 10 سنوات، 10 سنوات لبناء المشاريع المهيكلة، هذه المشاريع المهيكلة مستهلكة لكل المواد اللي عندنا، صحيح. ومن بعد كاين مشاريع ل5 سنوات اللي فيها الأولوية، وبالتالي إذا ما كانش عندنا الجرأة ما راحش نحرك الجزائر في 10 سنين. الجرأة واش؟ جرأة المستثمر، جرأة المخاطر، وجرأة اللي يحسب مخاطره. ومعليش أنا نخاف نمشي درجة درجة، صح، ماشي ما نمشيش خلاص، وبالتالي المشاركة القوية ونخير الشريك والدخول إلى، صحيح، البورصة الدولية بالمواد الأولية على الجزائر، نعم، لأنه لها مرتبة. بالحديث عن البورصة أستاذ بنيامين، ما رأيك في التكنولوجيات الحديثة التي تستعملوا في استخراج هذا النوع من الطاقات، هذا النوع من المعادن، هذا النوع من الحديث، وما هو واقع الجزائر في استعمال هذه التكنولوجيات الحديثة لكي يمكن أن تصل الجزائر إلى اقتصاد حقيقي في الصناعة والتصنيع؟ شوف، استعمال هذه التكنولوجيات، أولا التكنولوجيات هذه موجودة، وهذه التكنولوجيات باش تجي هو استثمار، وبالتالي مبلغ الاستثمار وقيمة الاستثمار وتكلفة الاستثمار هي اللي تحدد هذه التكنولوجيات اللي نجيبها. قال لي انت وراك حاب تروح، وبالتالي هذه التكنولوجيا متواجدة. تعرف راح نذكر جملة بسيطة، سامحيني مولف نذكرها. ميزة الجزائر انها ترى المستقبل، بمعنى انه الناس سبقونا ومشاو في هذا المجال، وبالتالي نشوفوا ماضيهم، ماضيهم هو مستقبلنا، ونشوفوا أخطائهم هو نظرتنا للمستقبل، وبالتالي ناخذوا ديك الخلاصة وبعجالة ونديروا شراكة مع الناس اللي كونوا تجربة، والناس اللي عندهم تجربة، وكاين دول كبيرة مثل الصين وغيرها، كاين اللي عنده مال، كاين اللي عنده المعرفة، كاين اللي عنده العلم، كاين اللي عنده التكنولوجيا الدقيقة، لكن هنا كاين محور قوي نزيده وهو عنصر قوي في الاقتصاد، سي لينوفاسيون، لينوفاسيون وحماية لينوفاسيون. هذا مجال، وهذا مجال قوي جدا، لأنه لما الجزائر تدير لينوفاسيون وتدير ديبروفي وتدير حماية هذا الحقوق، هذا وش معناه؟ معناه رانا انطلقنا للتصدير دوليا في طريقة التصنيع، لأنه كاين أمر ما نغفلوش عليه. المجال هذا للنظرة الحجمية للعقار بما في باطن الأرض يخلينا نديروا صناعة، لكن لما نديروا صناعة هي في الحقيقة تجربة ورانا نتعلموا فيها. هذه التجربة إذا رفقت بالإبداع، معناه عبك الإبداع ما يخليش الاقتصاد يتوقف، والإبداع يعطي تسارع قوي لأرقام الاقتصاد. أستاذ بنيامين، ما رأيك في مصطلح الصناعة تغذي صناعات أخرى وتخلقها بمجرد أنك ربما تحط صناعات أولية أو نصنع، راح أخلق مناصب أخرى وشغل قطع آخر أو قطاعات أخرى؟ على بالك صناعة تولد صناعة أخرى،
كيشغل عندنا اون رو ولاسك شتي الساعه فيها بليزيور سيركل دائره تدور دائره دائره تدور دائره. هذا واش معناها سلسله مترابطه؟ علاش نروحوا نمشوا اول نمشوا في لاشين دي فالور كاع ونخلقوا صناعات اخرى؟ لكن الصناعات الاخرى واش تعطينا؟ اولا شركات، هذه الشركات تربح مال وتخلص ضرائب، هذه الشركات تشغل ناس، هذه الشركات تخلص الكناس، هذه الشركات تخلص الكاسنوس، هذه الشركات تخلص وهذه الشركات عندنا ثروة يعني يمكن أن تتطور بها، على شرط أن نعرف ونتقن إيجاد الأسواق. وبالتالي الشراكة مع الدول الأخرى هي شراكة مخاطر. وش معناه أنا نحب أمتص المخاطر تاع الإفلات؟ معناه أني عندي سوق. لما ندير شراكه مع واحد يقول لي انا نجي ندير معك الاكستراكسيون سكون ابل ليكونومي اكستراكتيف، يقول لي ندير معك هذا الاكونومي، بصح انايا اصدر لليبيا، اصدر لكندا، اصدر لدول عربيه. هذا اللي يجي في شريك معايا ويقدم لي سوق ويفتح لي سوق، هذا وربحني مال كبير. وفتح الاسواق المنتوج الجزائري يولي في الخارج. وش معناه؟ معناه المدخول ماهوش بالدينار، راهو بالعملة الصعبة، والمدخول بالعملة الصعبة مع شوية بورصة، معناه رانا دخلنا في الدائرة الاقتصادية بالدينار وبالعملة الصعبة، وهذا يؤثر تأثير قوي على قيمة الدينار. بالإيجاب يؤثر تأثير قوي على قيمة الدينار، لأنه لما الجزائر تدخل في البورصة معناه راح نلحقوا لدرجة وماشين لها لا محال، راح نلحقوا وين انه يولي له دينار كونفرتيبل. لما يولي الدينار كونفرتيبل، لما تطلع هذه المواد الاوليه وتطلع قيمه الاستثمارات، تطلع قيمه الدينار. اول شيء يطلع لما يطلع قيمه الدينار تطلع قيمه المستوى المعيشي تاع الجزائر وتاع 43 مليون جزائري. استاذ بنيامين، ما هي التحديات التي تواجه قطاع الصناعة والطاقة المنجمية في الجزائر؟ ما هي الصعوبات؟ ما هي العراقيل؟ والله راح نقولها بصراحة وكنت قلتها عدة مرات. أنا الشيء اللي نادي به من هذا المنبر وناديت به في عدة لقاءات وبدون حرج، خصوصا أن هناك تسمحك نية النهوض بهذا النية. النية مليحة لكن العلم أحسن. صحيح، احنا عندنا مخطط وطني وانادي فيه هنا سواء وزير اول ولا رئيس جمهوريه ولا وزراء ولا، وعلى بالي الامر ماهوش سهل، لكن عندنا مخطط وطني لتهيئه الاقليم وراهو في التحيين منذ مده ولم يتم تحيينه. وش معناه؟ معليش انه ما نستناوش ننطلقوا في انجازات، لكن يجب ضبط والتدقيق في المخطط الوطني لتهيئه الاقليم، لانه مخطط الوطني لتهيئه الاقليم هي ماهيش ورقه، هي استراتيجيه بناء الجزائر، استراتيجيه تهيئه الاقليم. وبالتالي اول تحدي اراه هو الانضباط في المخطط الوطني تاع التهيئه الاقليم، نحينوه بكل الكفاءات الموجوده في الجزائر، ولا احتجنا كفاءات خارجيه نبداو بالجزائريين اللي في الخارج، ولا احتجنا كفاءات اخرى نجيبوا شراكه، لكن على شرط انه انا لما نكون ماشي في هذا الممر تكون عندي نظره على بالي وين راني رايح. ماشي كل وزاره تدير 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 تحقق اهدافها. المخطط الوطني تاع الاقليم اول مهمه هو ضبط النسق بين كل الوزارات. ثاني مهمة إعادة توزيع السكان. وش معناه؟ لما أنت تدير تبني كل الطرق سواء سكة حديدية سواء بحار سواء طرق، هذا وش معناه؟ معناه راك تفتح في الإقليم والترك. شوف كاين مشاكل سيدتي الكريمة عندنا، لأن قوة التركيز في المتر المربع كبير، لكن لو كان خفوا هذه قوة التركيز وتتوزع على الهضاب العليا ويتوزع جزءها على الجنوب، هنا نولوا نحتاجوا ناس واحد اخرين باش يعمروا الإقليم تاعنا. الإقليم تاعنا 2,382,000 كيلومتر كاري. إذا أول تحدي الانتباه وضبط مخطط الوطني للإقليم وتحيينه والرؤية المكتملة وتهيئة تهيئة ربما مناخ مناسب لهذا النوع. إيه هذا هو الإيكو سيستم، لأنه لما كلنا نضبط عندنا نظرة واحدة واستراتيجية واحدة راح نكونوا في نسق. الشركة هذه كي راهي تخدم على بالها بلي راح تصب معايا وتلتقي معايا في نقطة معينة. التحدي الثاني هو القوي، يجب الحرص خاصة بوجود التكنولوجيا على فورماسيون ا ديستونس، بصح على فورماسيون سيبلي، يعني التكوين ماشي التكوين البسيط، التكوين بامتياز وبأهداف وبدفتر شروط، هاك راني كونتك وري لي واش تعرف دير. ثالثا
في الحقيقة سميته التحدي. ممكن احنا شعب نخافوا شوية، نخافوا ما نخافوش من الحرب، درنا ثورة، بصح نخافوا من الاقتصاد. كل واحد يقول لك انا نخاف، واحد يخاف باسكو المال عمومي، واحد يخاف يقول لك وكون نخسر واش يصرى. لكن انا نظن عنصر الجرأة لازم يدخل، لانه كل البلدان اللي انطلقت كانت فيها جرأة في الخوف من التجربة الاولى ربما. والله الخوف من الخسارة، لكن اللي ما يخسر ما يربح. احنا لكن باش نرجع للمخاطر، يمكن ضبط المخاطر، وبالتالي توظيف عنصر الجرأة، لكن على شرط الجرأة بعلم. والجرأة بتقاسم في عجالة. كلمة أخيرة، لأنه بقيت لنا ولا غير كلمة أخيرة بهذه المناسبة. كلمة أخيرة أول بهذه المناسبة، أولا صالون مثل هذا وصالونات مثل هذه تقرب الآراء وتقرب الأسواق وتقرب الشركات. لكن كلمة أخرى، الجزائر ثرية، ويجب أن نتوقف على هذا الكلمة ونخرج هذا الثروة ونحولوها إلى اقتصاد ونحسن مستوانا المعيشي ونخلو الجزائر تنطلق إلى المحافل الدولية الاقتصادية وتمشي في تجارتها الدولية. لأنه قضية التصدير تولي عندك سكون أبل لا جيوبوليتيك دي زينيرجي، لا جيوبوليتيك دو لا ماتيير، لا جيوبوليتيك دي ماتيريو، وهذا تخلي الجزائر حتى في الجانب الدولي قوية اقتصاديا. ويجب استغلال هذه الثروات والانتقال من الكلام إلى التطبيق. والله لا أنتقل من الكلام، أتوقف عن الكلام. صحيح. دراسات ونعتمد على الخبراء وسوف شكرا لك ضيفي الفاضل عبد الرحمن بن يمين، أنت خبير في العقار ومختص في الهندسة المالية والتجارة الدولية. شكرا على هذه الإطراءات الجميلة. شكرا على سيادتك. بهذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الوطنية، نكون قد وصلنا إلى ختام هذا البلاطو الخاص من المعرض الدولي للحديد والصلب. شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.